بديت مشروعي قبل 7 سنين. جتني فكرة المشروع من شغفي بالأكل الصحي خصوصا السلطات. فتحت حساب على الانستغرام، بديت أسوق لنفسي، أستقبل طلبات. طبعا أنا كأم لستة أبناء طبيعي أنه حيواجهني صعوبات، لكن بالإصرار ووقوف عائلتي معي بعد الله سبحانه وتعالى تجاوزتها كلها. شوي شوي ومع دعم الناس لي الحمد لله توسع الطلب على الأطباق اللي أحضرها، زادت عندي الطلبيات، فاضطريت أني أنا أجيب عاملات يساعدوني، وانتقلت من مطبخ بيتي لمبنى خاص بالمشروع، جهزته كمطبخ مركزي نموذجي ولله الحمد. عائلتي هي الدعم الحقيقي لي، بداية من زوجي اللي ساهم في بناء مشروعي، وصولا بولدي عثمان اللي أشرف على التوصيل من البداية، واليوم عنده من فضل الله أسطول توصيل يشرف عليها بنفسه. أول ما بديت كنت أنا وبنتي بس لحالنا ومعي عاملة، الحين ما شاء الله عندنا مؤسسة فيها 25 موظف وموظفة من فضل الله. كأم سعودية أشعر بالفخر لأني كونت مشروع من الصفر الحمد لله، وشفته يكبر قدام عيني مع الأيام. وهذه رسالة أقدمها لأي أم، أنت في وطن معطاء فاتح أبوابه للجميع، والفرص فيه كثيرة، ونجاحك هو نجاح في كيان الوطن.